من 64 سنة وأنا في الرياضة، 64 رأست الأهلي وأنا عشرين وعمري 21، وأنا الآن 85 أو 85 أو أدخل 86، لكن 64 كلها في الرياضة، جلساتي في الرياضة، حديثي في الرياضة، اللي عندي في الرياضة يحضرون عندي يشوفون المباريات الرياضيين الهلاليين كلها. أنا قلت لك عندي أوريك الحين، صورها الآن الحين صورها وصور حقت 81. يعني أنا ما أبغى أقول ما لا توجد، أنا أقول لم إلى الآن بحثنا عن بعض الوثائق ما هي موجودة عندنا في الاتحاد. ففي لجنة أن شكلت وسلمت الأمور بيد لجنة الإعلام والإحصاء، وفي لجنة شكلت من قبل لجنة الإعلام والإحصاء للبحث عن هذه الوثائق وتوثيق كل البطولات اللي منذ أن أنشأ الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى يومنا هذا، وآلية أيضا كيفية احتساب البطولات. يعني مو كل بطولة تحقق هي بتعتبر بطولة على مستوى المملكة. لا لا، ما وش أعطيهم ملكي عشان إيش؟ طيب عشان تحسم الجدل. لا وش علي من الجدل أنا؟ خليهم يوم القيامة، أنا كاسب في الجدل هذا، أنا لك الهلال كاسب، لأنهم يروحون يدورون على الهلال ويبغون هالهلال تنقص بطولاته، يبغون هالهلال ذيك ميب صح، ذيك ما أدري وشي، ذيك حقة الرهاب، ذيك حقة وشو. هو كان هذا الوسط، الوسط مع الأسف يعني يخلي اللي يعيش فيه شوي يحاول انه يهرب من للتشكيك. انا ما ليش اشكك في كلامك؟ هل انا اذا حققت 34 بطوله او نادي معين حقق 40 بطوله ليش اتضايق؟ انا ما اتضايق اذا وثائق، وهذا بالعكس هذا يكون دافع لي اني احقق بطولات اكثر. اهلا وسهلا، انا ارحب بهذا، وانا عاد بعطيه ولا بعطيهم هم؟ انا موثقه باليوم والتاريخ والحكم واللاعب والهدف من سجله ومدير الكره، مدير كابتن الفريق، الكروت الحمراء والصفراء كلها كذا، كل الدوري كذا. واذا بغى كبير من رعاه الشباب يجي وانت معه، الله يحييكم، بيتي لكم وطالعوا بس ما تاخذون شيء.